سيرنا زورق الإنزال السريع الروسي الذي يعتمد عليه بوتين في البحر. سلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقاف. في ظل الأزمة العالمية والاستعداد والحديث عن حرب قادمة، تعتمد الحروب الحديثة على تأمين خطوط إمداد القوات المحاربة في ساحات القتال من الجو والبر، إضافة إلى خطوط الإمداد البحري التي تعتمد عليها سفن الإنزال. ولئن وتيرة الحروب الحديثة تكون سريعة وخاطفة، فإن حاجة الجيوش المحاربة للإمدادات تكون أسرع، وهو ما يوفره زورق الإنزال السريع الروسي سيرنا الذي تم تصميمه لهذا الغرض. ويعتمد زورق الإنزال الروسي سيرنا على استخدام تقنية خاصة تمكنه من الوصول إلى الشواطئ بسرعة كبيرة لإنزال حمولته، وتعرف التقنية التي يستخدمها بتقنية الوسائد الهوائية. ويتميز الزورق بقدرته على الوصول إلى شواطئ المياه الضحلة التي لا يمكن للسفن الضخمة أن تصل إليها، كما أن يمكن لهذا الزورق أن يقوم بنقل المركبات العسكرية ذات الإطارات والمركبات المجنزرة إلى الشاطئ القريب من ساحة المعركة في وقت قياسي، كما إنه يتميز بإمكانية استخدامه في نقل الشحنات العسكرية والقوات إلى خفر السواحل على الشواطئ البعيدة في وقت الحرب. لأن المهمة الأساسية لزورق الإنزال سيرنا هي تنفيذ مهام الإنزال البحري على شواطئ العدو، فإن تسليحه يقتصر على المدفع الرشاش عيار 7.62 مليمترا وصواريخ إغلا المحمولة على الكتف للدفاع الجوي وفقا لوكالة سبونتك. يزن سيرنا بكامل حمولته 105 أطنان، كما أن طوله أكثر من 25 مترا وعرضه يكون أكثر من 5 أمتار، وتكون سرعته 30 عقدة ومداه يصل إلى 600 ميل بحري. يعرف الزورق سيرنا بالمشروع 11770 اي، ويعتمد عليه الجيش الروسي بصفة أساسية في جميع أهدافه وقواعده البحرية. تم تصنيع 4 سفن من مشروع 11771 خصيصا للتصدير الى بلدان اخرى، وتم بيع احداها الى استونيا، وتم بيع 3 منها الى الولايات المتحدة. وفي نهاية الحلقة، إن أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك وعمل اشتراك للقناة ومع تفعيل زر الجرس ليأتيك كل ما هو جديد في قناتنا قناة الثقاف.